إذا كنت من الناس اللي يسافرون بالجو كثير، ممتاز، خليك على كذا، أأمن وسيلة نقل. وإذا كنت أيضا من الناس اللي ينتبهون على غرفة القيادة من وقت لوقت أثناء دخولهم أو خروجهم من الطائرة، راح تلاحظ وراح تسأل نفسك السؤال اللي غيرك كثير يسألونه: إيش فائدة كل الأزرار هذه؟ وهل كلها لها فائدة؟ هذا السؤال اللي راح نجاوب عليه في هذا المقطع. بسبب الطبيعة المعقدة للطائرات، الطيار يحتاج أن يعرف معلومات جدا كثيرة أثناء طيرانه: السرعة، الارتفاع، الاتجاه، وأيضا السرعة العمودية، وأشياء جدا كثيرة تكون موجودة ومثبتة في غرفة القيادة. العداد الأول اللي راح نتكلم عنه هو الاير سبيد إنديكيتر. الاير سبيد إنديكيتر يظهر السرعة بالعقدة، وأيضا بعض العدادات فيها زي الأشرطة ملونة تعرف الطيار على السرعات المختلفة، مثل سرعة الانهيار أثناء الهبوط، سرعة الانهيار أثناء الكلين كونفيجريشن أو أثناء الطيران العادي، وأمور جدا كثيرة راح نتطرق لها في مواضيع أخرى. إلى جانب الاير سبيد إنديكيتر عندنا عداد ثاني اسمه أرتيفيشال هورايزن. الأرتيفيشال هورايزن هو عبارة عن عداد يظهر نمط طيران الطائرة في حال انعدام الرؤية الخارجية. العداد هذا يساعد الطيار إنه يتعرف هل هو لاف لليسار، لاف لليمين، هل أنف الطائرة نازل للأسفل أو مرتفع للأعلى، وكم درجة مرتفع أو نازل. أهمية العداد هذا أثناء الطيران تكمن في مساهمته على أن الطيار يحافظ على اتزانه داخل غرفة القيادة لما تكون الطائرة محاطة بالسحب وما يقدر يشوف الوضع الخارجي برا. زي ما تتذكرون في المقطع الماضي قلنا إحنا إنه طيراننا يعتمد على الرؤية الخارجية، قانون الـ Visual Flight Rules أو VFR. فلو حصل إنه طيار يحاط بالغيوم بالخارج، خصوصاً إذا ما كان مؤهل للطيران بداخل الغيوم، بتكون هذه جداً مشكلة كبيرة، بسبب إنه الطيار ممكن يدخل في حالة اسمها السبين، وتتسبب المناورة هذه بأنه الطيارة تقعد تلف لليسار أو لليمين بشكل جدا عنيف إلى حين ارتطامها في الأرض. العداد الثالث اللي راح نتكلم عنه في الفيديو هذا هو الألتيمتر. الألتيمتر هو عبارة عن عداد يظهر للطيار ارتفاعه عن سطح البحر باعتماده طبعا على الضغط الجوي الخارجي. مهم العداد هذا بأنه الطيار يعرف كم ارتفاعه مثلا عن أطول عائق أثناء الهبوط، أو معرفة ارتفاع المطار عن سطح البحر في حال كان الضغط الجوي غير متوفر، وأيضا يعرف الأمور الأخرى مثل كم أقل ارتفاع يقدر الطيار ينزله أثناء تدريبه على المناورات المختلفة. بعدها عندنا عداد ثاني مهم هو Vertical Speed Indicator أو عداد السرعة العمودية. عداد السرعة العمودية مهم في دوره أنه يوري الطيار كم كل دقيقة جالس يرتفع عن الأرض. فلو كان عداد السرعة العمودية يشير إلى 200 قدم، فمعناته بعد مرور دقيقة على الحفاظ على نمط الطيران هذا، الطيارة راح تكتسب 200 قدم زيادة فوق الارتفاع حقها. إضافة إلى عداد السرعة العمودية عندنا أيضا عداد ثاني مهم هو عداد Heading Indicator. ببساطة فائدته أن يوري الطيار كم اتجاه، متجه للشمال، للجنوب، متجه اتجاه 110 درجات وما إلى ذلك من اتجاهات. هذه تعتبر العدادات الأساسية في الطائرة. العدادات اللي تكلمنا فيها ما راح نخلص، وجدا تتنوع أنواعها وأشكالها ووظائفها. نكتفي بهذا القدر في هذا المقطع. أتمنى أن المقطع أفادكم، وأشوفكم بإذن الله الفيديو الجاي.